اهلا بكم احبتي المشاهدين بحلقه جديده من برنامج ابواب الموصل. اليوم اخترنا باب من ابواب المدينه الاشوريه وليس الموصل وهو باب نرجال. عن باب نرجال، عن تاريخ هذا الباب، ايضا عن اهميه هذا الباب الحديث سيكون ولقائنا مع الدكتور محمود صالح. تابعونا. لمدينة نينوى الأثرية العديد من الأبواب، ومن ضمن هذه الأبواب بوابة نرجال، وهي تعد رمزا معماريا شامخا يرجع تاريخ تأسيسها إلى أول عصور الحضارة الآشورية. بعد أن أصبحت نينوى عاصمة لها، سميت البوابة بهذا الاسم نسبة إلى الآلهة نرجال، آلهة العالم السفلي. والعالم السفلي هو الأرض والموتى عند الآشوريين قديما. وتسمى البوابة أيضا ببوابة تبريسو، وهي تعد من أوائل البوابات التي اكتشفها آري أوستن هيري لايارد سنة 1848 ميلادية، كما عثر معها على الثورين المجنحين اللذان يحرسان مدخل مدينة نينوى من هذه البوابة التي كانت تستخدم لأغراض شعائرية دينية، وهي البوابة الوحيدة المحاطة بالثيران المجنحة، وقد كانت البوابة مخصصة لدخول الموكب الملكي والآلهة نرجال عندئذ. عدنا وإياكم أحبتي المشاهدين بعد هذا الفاصل للحديث عن هذه البوابة المهمة، بوابة نرجال. الحديث كالمعتاد سيكون مع الدكتور محمود صالح. دكتور، نحن أخذنا عدة بوابات، وللأمانة كنا نوثق بوابات مدينة الموصل، المدينة القديمة. ارتأيت وارتأينا أنه ننتقل إلى المدينة الآشورية نينوى وبواباتها، وصورنا بعض البوابات أيضا. اليوم وصلنا بوابة مهمة جدا بالبداية، اللي هي راح تكون بوابة نرجال. بس أريد أسألك دكتور محمود موقعه، قبل أن أسألك عن أهميته، عن الإعمار ماله والمراحل الإعمار اللي كانت في هذه البوابة. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك أستاذ زياد وإلى جميع متابعي قناة الموصلية. في البداية، بوابة نرجال هي واحدة من أهم البوابات التي تشكل جزءا من سور نينوى العظيم. هذه البوابة تقع في الجهة الشمالية من سور نينوى. بالمناسبة، سور نينوى يتألف من أو تم استظهار سبع بوابات، وهي في الحقيقة أكثر، يعني حسب ما توصل إليه الباحثون الآثاريين، أن هناك 18 بوابة، تم اكتشاف سبع بوابات، وبوابة نرجال من ضمن هذه السبع بوابات. تقع هذه البوابة في الجهة الشمالية من سور نينوى، وهذه الجهة الشمالية تم اكتشاف ثلاث بوابات أساسية، هي بوابة سين في الجهة الشمالية الغربية من السور، وبوابة نرجال التي تقع تقريبا في وسط السور الشمالي، وعندنا أيضا بوابة أدد التي تقع إلى الشمال الشرقي من سور نينوى. هذه البوابة كما ذكرنا تعد من أهم
بوابات مدينة نينوى التاريخية، كما ذكرنا أنها تقع في الجانب الشمالي من سور نينوى، وهي مطلة أو حسب ما يعني عرف في ذلك الوقت أنها بنيت لتصل ما بين العاصمة نينوى وما بين العاصمة الآشورية أو عاصمة ولاية العهد اللي هي مدينة تربيسو الواقعة إلى شمال مدينة نينوى على بعد 8 كيلومترات. وكانت هذه البوابة تطل على هذه المدينة، مدينة تربيسو اللي حاليا تسمى منطقة شريخان أو شريف خان. وحسب ما بيّنت التنقيبات الآثارية أن هناك طريق معبد بمادة الحجر المهندم يصل ما بين بوابة نرجال وما بين العاصمة عاصمة ولاية العهد تربيسو في الرشيدية في شريخان. هذه العاصمة حقيقة أو تربيسو كانت مكانا لإقامة ولي العهد، وكانت أيضا مكانا لتعليم ولي العهد للملك الآشوري القراءة والكتابة وتعليمه الخط السومري واللغة السومرية والأكادية، فضلا عن تعليمه أصول الحكم وتربيته التربية العلمية التي تؤهله لأن يتولى الحكم في نينوى. وأبرز من كان في هذه المدينة هو الملك الآشوري الكبير آشور بانيبال. يعني خلينا نقول هاي البوابة خاصة للملوك. بالضبط، هي بوابة خلينا نقول بوابة القصر. بوابة ملكية، نعم بالضبط. وما حد يدخلها، العامة ما يدخلوها. بالضبط، يعني أو الزوار أو الضيوف، ما ضيوف عفوا، إنما الزوار أو العامة ما يدخلوها باستثناء المواكب الملكية. دكتور يعني حقيقة جميلة جدا كانت. بس تعرف يعني من خلال الأحداث اللي جرت واحتلال المدينة قام التنظيم بتدمير السور والبوابات ومنها بوابة نرجال. نحن للأمان حتى أيضا المشاهد يكون على اطلاع أنه نحن حاولنا أنه نصور في الموقع القديم في قرب البوابة، لكن هناك كانت يعني مواقع عسكرية وهي بالأساس غير موجودة البوابة لأن تم تدميرها بالكامل. حاولنا أن نكون قريبين من البوابة ونحاول أن ننقل ونعطي معلومة عن أهمية وتاريخ هذه البوابة. طيب دكتور، مرت بمراحل إعمار، يعني في الأرشيف موجودة صور جميلة جدا لهاي البوابة العملاقة. أستاذ زياد، هذه البوابة كانت من أوائل البوابات التي تم اكتشافها تحديدا منذ أواسط القرن 19، وتقريبا 1851 تم العثور على هذه البوابة، ولكن جرت عمليات ترميم أو استظهار لآثار هذه البوابة في 1940s تقريبا سنة 1940 أو 1941. وكانت جهود مفتشية آثار أو مديرية آثار نينوى جهود كبيرة جدا، وأيضا نحن ما نبخس جهود جامعة الموصل. نعم، هو كان هناك تعاون حقيقة بين جامعة الموصل ومفتشية آثار نينوى، تعاون كبير جدا على أعلى المستويات. وتم تقسيم العمل كما تفضلت، يعني وأن تقسيم العمل كان بالنسبة لجامعة الموصل تم تخصيص 3 مواقع آثارية لاستظهارها، مثل ما تفضلت موقع بوابة أدد كانت من حصة جامعة الموصل، وقلعة باشطابية، وعندنا أيضا أعتقد اللي هي العاصمة الآشورية عاصمة ولاية العهد تربيسو كانت من حصة جامعة الموصل. يعني أخذوا بصورة عامة وليس فقط المدينة الآشورية. لا، المدينة في باشطابية في المدينة القديمة أو في الساحل الأيمن. بالضبط، حتى فقط تنويه أنه لا يخلطون. إيه لا، بين المدينة الآشورية نينوى. نعم، وبين باشطابية القلعة الشهيرة اللي تتبع سور الموصل القديم. هذا من جهة أو خلينا نقول حصة جامعة الموصل، وكانت حقيقة لكلية الآداب
الدور الريادي في هذا الخصوص. كان لعمادة كلية الآداب في ذلك الوقت الدكتور المرحوم عبد المنعم رشاد أيضا له دور فيها، الدكتور عمرو سليمان اللي ترأس البعثة أو التنقيبات في هذه المنطقة، كان الدكتور عادل نجم عبو أيضا له دور وباع كبير في صيانة وفي صيانة واكتشاف هذه البوابة، بوابة أدب. لكن فيما يخص بوابة نرجال كانت من حصة مفتشية آثار نينوى، وخاصة جهود المرحوم طارق مظلوم اللي كان يعني له دور كبير في استظهار هذه البوابة. طبعا هذه البوابة من البوابات الكبيرة والتي تتسم بالضخامة والهيبة بالنظر لكونها بوابة ملكية، وبالتالي كان يمنع على عامة الناس الدخول أو المرور من هذه البوابة باعتبارها بوابة ملكية، وكان يعاقب بالإعدام كل من يتجاوز أو يعني يدخل إلى هذه البوابة من عامة الناس. لذلك كانت بوابة مشهورة وبوابة ملكية يدخل إليها ويخرج منها المواكب الملكية. تقريبا فتحة البوابة تقريبا 8 أمتار، القلعتين الكبيرتين اللتين يعني تجاوران هذه البوابة تقريبا مساحتها 20 متر على كل جانب. وكما ذكرنا أنه في الأربعينيات بدأ استظهار هذه البوابة، في الخمسينيات بدأت استكمال الشكل هذه البوابة وتم صيانتها، في 60ينيات القرن 20 كان في هذه البوابة عثر على ثورين مجنحين ما يعرف بتمثال أو الثور المجنح، ثورين مجنحين يعرفون باسم اللاماسو، ويعني حسب ما تذكر المصادر أنه في هذه البوابة تحديدا عثر على هذين الثورين، في بقية البوابات لا توجد هذه الظاهرة. وهنا إشارة إلى أن هذين الثورين كانا يستخدمان كتعويذة لهذا القصر. إلى جانب ذلك بوابة نرجال، إلى جانب البوابة الموجودة هناك قاعة كبيرة للحرس، وهذه القاعة تم يعني صيانتها بشكل كامل، وتم عمل متحف محلي في هذه المنطقة. ونحن نتذكر عندما كنا أطفالا صغارا في المدرسة كانوا يأتون بنا إلى هذه الجولات السياحية للتعرف أو تعريفية. دكتور أنا قد أسألك، يعني ذكرت نرجال، أدد، شمش إلى آخره، هاي أسماء إيش؟ خاصة نرجال، إحنا في نرجال. نعم. اسم نرجال شنو؟ نعم، هو تسمية نرجال نسبة إلى إله قديم عراقي، هو من الآلهة العراقية القديمة. هناك يعني في الحضارة العراقية القديمة العديد من الآلهة، مثل إله شمش أو إله سين أو الإله نرجال. الإله نرجال هو إله العالم السفلي، أو يعرف بإله الحرب أو إله الموت. فهذا الإله يعني هناك قصص كثيرة حوله. أول ما يعني موطنه أو مركزه الرئيس هو في منطقة كاثي، وهذه المنطقة تقع في محافظة بابل، كانت موطنا للإله نرجال. لكن سبب يعني اتخاذ أحد البوابات لهذه التسمية يبدو أن يعني الملك سنحاريب الذي يعني بنى هذه البوابات كان يخشى من هذا الإله نرجال، فبنى بوابة باسمه، لأن والده والد سنحاريب قتل في أحد المعارك اللي هو سرجون الثاني، فكان يخشى من هذا الإله، إله الموت وإله الحرب، أو يخشى من الموت، ويخشى من الموت، فبنى بوابة تمجيد له. ولاحظ أن أغلب بوابات سور نينوى هي بوابات اتخذت لأسماء آلهة قديمة، مثل بوابة شمش أو بوابة سين أو شمس. نعم. بالضبط يعبدون الشمس. شمس بالضبط. أدد، أدد أيضا اسم إله، إله من آلهة الآشوريين. الإله سين أيضا إله القمر.
وغيرها بس من بوابه ماشكا اللي هي المسقه او المسقه يمكن هذه ما الى اليها وبالضبط يعني واكو حقيقه تسميات كثيره مثل ما تفضلت يعني بوابه المسقه هي نسبه الى وجود نهر دجله بالقرب من بالمناسبه يعني احنا دكتور قبل ان اقاطعك عفوا نحن حاليا يعني في موقع النهر لان نعم. كان يمر بمحاذاه السور نهر واحنا حاليا نهر دجله قريب من الطريق الملكي من بوابه نرقال باتجاه مدينه تربيصه نعم. بالضبط عندنا ايضا قلنا هناك ابواب اخرى تطلق على اسماء العواصم الاشوريه القديمه مثلا عندنا في جنوب سور الجنوب ايضا عندنا مثلا بوابه اشور اللي تطل على مدينه اشور او سموها حاليا الشرقاط او اشور كات نعم نسبه الى هذه التسميه في الجهه الغربيه عندنا يعني بوابات سميت باسماء تؤدي الى مناطق يعني هناك اعتقد منطقه او بوابه حقيقة ذهب يعني اسمها عن بالي لكنها تؤدي إلى طريق بالقرب من مدينة بعشيقة هناك منطقة في بعشيقة نفس التسمية مالتها سميت بها أحد بوابات مدينة الموصل نلاحظ من خلال ذلك أن أغلب بوابات سور الموصل العظيم لاحظ أنها اتخذت أسماء آلهة بالدرجة قبل أن أخذ فاصل أريد أسألك عن كانت يوجد لوح باستثناء الثيران المجنحة على المدخل يمين ويسار لكن على الجدار كانت هناك شكل طير أو شكل بشر ونسر إلى آخره دلالة إيش هذا؟ هو هذا الإله نرجال هذا هو هذا هو هذا, هو هذا كان يخاف هو هذا نعم يخافه لأنه كرمز شوف هوني بقد التحليل والتنقيب الآثاري وقراءة النصوص تختلف يعني حتى وصل البعض خيال البعض من الباحثين أنه يقول أن هذه الآلهة احنا نسميها يعني البحث الآثاري يسميها آلهة يقول أنه هذه ليست آلهة إنما هي كائنات فضائية جاءت من السماء وحكمت هذه المناطق ويعني علمت الإنسان كثير من الأمور الإدارية والعلمية فهذه إحدى التفسيرات الحديثة التي تتكلم عن هذه التي تسمى الآلهة لكن أغلب الباحثين ينسبون هذه يعني مثل أسطورة جلجامش هي عبارة عن أساطير بالضبط أسطورة جلجامش أساطير تقريبا ويعني يحللون بها ويسمونها بأسماء آلهة ونحوها ونتيجة تأثير هذه الآلهة على مسار حياتهم و شؤونهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكن في الحقيقة أنه البحث الآثاري لا يزال يكتشف المزيد من المعلومات حول هذه الحضارة العريقة والقديمة لا شك أن الحضارة الآشورية هي من أعرق الحضارات التي لم تكن مجرد حضارة عسكرية بل كان لها كثير من المنتجات أو النتاجات الحضارية والصناعية والتجاري. إذن دكتور خلينا نأخذ فاصل ونواصل الحديث عن هذه البوابة المهمة جدا بالنسبة للمدينة الآشورية نينوى. إذن أحبتي المشاهدين فاصل ونواصل مع الحديث الممتع جدا مع الدكتور محمود صالح تابعونا. عدنا وياكم أحبتي المشاهدين بعد هذا الفاصل لتكمل الحديث مع الدكتور محمود صالح عن هذه البوابة دكتور أخذنا فاصل هسه رجعنا نحكي بصراحة الحديث عن المدينة يحتاج كثير حلقات البوابة الأسوار المدينة نفسها المكتبات المعابد الموجودة علوم المكتبة والقوانين اللي وضعتها هذه المدينة حقيقة قوانين ما زال يعمل في بعض منها إلى يومنا هذا حديثنا عن البوابة بس أريد أسألك بالبداية دكتور من إيش تتكون البوابة هل اعتمدوا على الحجارة على الطين على
على بعض خلينا نقول اللباد على ايش؟ استاذ زياد، شكلت يعني سور مدينة الموصل وبواباتها ناحية إبداعية وعمرانية رسخت فيها العبقرية الآشورية. نعم. في هذه البوابة نلاحظ أن حرص الآشوريين على تحصين هذه العاصمة المهمة، ثالث عاصمة آشورية، جعلهم يهتمون كثيراً بسور مدينة الموصل وبواباتها. نلاحظ أن سور مدينة الموصل أول ما بدأوا بالبناء بدأوا كأساسات بني بالحجر الغير مهندم، بعد ذلك تم بناء سور داخلي مبني بالدرج الأساس من مادة اللبن، وهو عبارة عن طين مشمس ومخلوط معه مادة التبن حتى تزيد من تماسكه، وكانت هذا بني يعني هذا السور الداخلي من الطين كما ذكرنا، وبارتفاعات شاهقة قد تصل في بعض البوابات إلى 17 متر ارتفاعا. السور الأمامي أو السور الظاهري أو السور الخارجي لسور نينوى مبني من الحجارة المهندمة اللي ما يعرف بمادة الحلان. مما يلاحظ أنه الجزء الأسفل من السور الطيني أو السور الطيني مع السور الحجري كان متلاصقين حتى يزيد من تماسك هذا السور، لكن في الجهة العليا كان هناك فتحة واضحة بعرض تقريبا 3 أمتار إلى 3 أمتار بالنسبة للحجارة واللبان. بالنسبة للحجارة واللبان هناك فتحة بينهما. نعم. لكن من الناحية السفلى متداخلين مبنيين يعني مع بعض. مع إضافة دكتور، يعني أنا لاحظت في خاصة البوابة بوابة المسقة. نعم. أنه يستخدمون البردي للترابط مع تزفيته. أحسنت. عملية يعني خلوا لها قير أو زفت. أحسنت. يزيد من التماسك أعتقد دكتور بتعرف. هذه أهم ناحية عبقرية جدا في البناء الآشوري، أنه الأسس مال السور تم وضع مادة القير، وهذه مادة يعني نستطيع أن تقول مادة بلاستيك تزيد من تماسك السور، وبالتالي ما تكون عازلة أيضا تؤدي دور العزل، لكن الوظيفة الأساسية لاحظ له أنه حتى مهما تعرض هذا السور للتخريب لعوامل الطبيعة لعوامل المناخ تبقى الأساسات ماله محافظة على وضعيتها. هذا الدكتور يعني موجودة الصور؟ موجودة لحد الآن. صور قديمة لأول بوابة كانت موجودة. نعم. البوابة الحقيقية قبل الإعمار. قبل الإعمار نعم، لأن هي مرت في فترات أطوار معمارية صحيح. تعمرت أعتقد في 70s أو 60s ما أتذكر، ولي 80s لكن نعم. شكلها كان تقريبا واضح للعيان إذا كانت متماسكة مثل ما تفضل. متماسكة عبر هاي السنين كلها. بالضبط. فكان يؤدي دور كلش هام من هذه الناحية. إذا نلاحظ أنه من حيث الأساسات كانت مترابطة، السور الخارجي الحجري مع السور الداخلي من اللبن، فضلاً عن مادة القير التي تزيد من تماسك هذا السور. في الجهة العليا من السور نلاحظ هناك فتحة تفصل ما بين السور الخارجي مع السور الداخلي، تتيح للجنود والعربات بالمرور عبر هذه السور عبر هذه الفتحة، تقريبا عرضها 3 أمتار، تتيح لمرور الأسلحة لمرور الجنود لمرور حتى العربات، وتتخلل هذا السور الخارجي تحديدا مجموعة من القلاع المتقدمة قليلا نحو الخارج بتقريبا مسافة 1 متر إلى 1.5 متر، أيضا تزيد من المهمة الدفاعية لهذا السور، وكان الدخول إليها من داخل السور مفتوحة فيستطيع الجندي المرور إليها من خلال هذه الفتحة الموجودة ما بين السور الداخلي مع السور الخارجي. إضافة إلى ذلك نلاحظ إلى جانب هذه القلعة الموجودة أو القلاع اللي تقريبا تبعد بين قلعة وقلعة مسافة 18 متر بين قلعة وأخرى، نلاحظ أنه في داخل البوابة هناك أيضا قلاع مبنية من مادة اللبن
أو مادة الطين المجفف بالشمس. وهذه القلاع في بعض المواقع بنيت أعلى من السور الحجري وأعلى حتى من السور الطيني. فعلى سبيل المثال لو نرجع إلى مثلا بوابة أدد، نلاحظ أن البعثة الخاصة بجامعة الموصل استظهرت أنه هذه القلعة الداخلية يصل ارتفاعها ما يقارب 17 متر، فهي قلعة عظيمة جدا، ليس من السهولة اختراقها وليس من السهولة تدميرها. لكن نلاحظ أن بناء قلعة أدد يختلف كثيرا عن ما كان مبنيا عليه بوابة نرجال. بوابة أدد كما يذكر المرحوم الدكتور عادل نجم عبو يقول أنه كان الأساس مالها موجود، فبنوا أو صانوا أو قاموا بإعادة بناء هذه البوابة على الأسس القديمة، على البنية الأصلية للبوابة، بعكس بوابة نرجال التي المواد مالتها صحيح هي من نفس المواد لكن المواد حديثة الإنشاء، بعكس بوابة أدد التي بنيت على المواد الأصلية التي بنيت عليها بوابة أدد. ولهذا نلاحظ عندما بنوا فوقها بعض الحجارة وهذه نلاحظ أنه يعني تعرضت إلى نوع من التفطر أو إلى التدمير. لكن قلعة نرجال حقيقة كانت أكثر القلاع يعني متماسكة، كانت قلعة نرجال في الحقيقة استظهرت بشكل كامل، وتم إضافة جوانب هامة منها من خلال يعني إقامة متحف داخل هذه البوابة، إضافة إلى إنشاء نوع من الأماكن لراحة الزوار. لذلك دعوة يعني للقائمين على إعادة إحياء هذه البوابات وإعادة إعمار هذا السور، أن يعني يتم مراعاة هذه الناحية، لأنه عندما يأتي السياح وعندما يأتي الزوار من المهم جدا أن يجدوا أماكن للاستراحة وأماكن للراحة لأجل أن يبقوا أطول فترة ممكنة عند هذه البوابة. دكتور خلينا نأخذ فاصل وأيضا نواصل الحديث عن هذه الإمبراطورية العظيمة نينوى وأبوابها المحكمة التي تدمرت فيما بعد. إذن أحبتي المشاهدين فاصل قصير ونواصل. عدنا وياكم محبتي المشاهدين بعد هذا الفاصل للحديث عن المدينة الآشورية نينوى وأبوابها أيضا. دكتور نحن كنا نتحدث عن المدينة الآشورية وعن البوابات وتطرقنا إلى أمور يعني شوية ابتعدنا عن الباب، موضوعنا هو عن الباب، لكن أيضا المشاهد ونحن نريد نعرف ما بداخل هاي المدينة من قصور من معابد من حتى مدارس، ما لكم مدارس للتعليم أو إلى آخره، فتحدثنا على هذا الجانب. وأيضا هذه القصور والأبنية من إيش مبنية؟ أستاذ زياد، لا شك أن نينوى هي عاصمة للإمبراطورية الآشورية، وأن قيام الملك سنحاريب بإنشاء سور ضخم نستطيع أن نطلق عليه اسم سور نينوى العظيم تشبيها بسور الصين العظيم. فهذا السور وشدة الحماية له والبوابات الضخمة للدفاع عن هذه المدينة تؤشر وتعطي مؤشر واضح على أهمية هذه المدينة بالنسبة للإمبراطورية الآشورية، لما احتوته هذه العاصمة من مباني وقصور ومعابد وشوارع وحدائق وكل تفاصيل الحياة الخاصة بالمجتمع الآشوري. ففي هذا السور هناك تلتين أثريتين احتوت على قصور عظماء الآشوريين، فعلى سبيل المثال تل قوينجق احتوى على قصر الملك الآشوري سنحاريب ابن الملك الآشوري سرجون الثاني،
وفي تلة النبي يونس هناك قصر للملك الآشوري أسرحدون اللي هو ابن الملك سنحاريب. إلى جانب هذين القصرين يقع في الجهة الشمالية الشرقية من سور نينوى قصر الملك الآشوري حفيد الملك سنحاريب اللي هو الملك آشور بانيبال. نلاحظ أن هذه الإمبراطورية وهؤلاء الذين حكموها سنحاريب وأسرحدون وآشور بانيبال أقاموا منشآت عمرانية مهمة في هذه العاصمة، مثل ما ذكرنا أشهرها هو قصر سنحاريب في تل قوينجخ في الجهة الجنوبية الغربية من التل. وقد عثر يعني في هذا القصر لوحده فقط تم اكتشاف 71 قاعة أو غرفة فيها ما يقارب 47 بوابة أو باب داخل هذا القصر. كذلك احتوى هذا القصر على جزء مهم من مكتبة آشور بانيبال، وهذه المكتبة الضخمة تعد أقدم مكتبة في العالم، احتوت على كافة العلوم الخاصة بعلوم الآشوريين والعلوم التي ما قبل الآشوريين، حتى قوانين دكتور، فضلا عن القوانين ومعرفة ملحمة أو أسطورة ملحمة جلجامش الشهيرة. تم العثور على تفاصيل هذه الملحمة من خلال مكتبة آشور بانيبال. ونلاحظ أن هذه المكتبة تم لحد هذه اللحظة العثور على أكثر من 30,000 قطعة، وبحسب تقديرات الآثاريين الغربيين أن هذه المكتبة تحتوي على ما يقارب من نصف مليون رقم. لم يعثر فقط سوى على 30,000 قطعة آثارية كشفت عن جوانب مهمة، لعل أبرز ما تم كشفه من خلال مكتبة آشور بانيبال هي قصة الطوفان المشهورة في الحضارة الآشورية القديمة أو الحضارة البابلية. إضافة إلى ذلك نلاحظ أن الملك سنحاريب من مدخل البوابات أقام أو أنشأ شوارع تربط ما بين بوابات مدينة نينوى القديمة إلى داخل مدينة نينوى القديمة، وكانت عبارة عن شوارع منتظمة ويعني سالكة ومبلطة بمادة الآجر المفخور. إضافة إلى ذلك زرع على جانبي الشارع أشجار كثيرة، ولذلك كانت يعني دائما يسميها داخل المدينة، داخل المدينة عبارة عن مرحلة، ولهذا حتى بحيرة نحن وثقناها بالتأكيد وثقناها أن هذه البحيرة يتم الإفادة منها خصوصا في فصل الصيف عندما تقل الأمطار. وكذلك لاحظ أنه سحب جزء من نهر الخوصر وأدخل قنوات مائية إلى داخل مدينة نينوى الآشورية. ولاحظ أن البعثة التنقيبية الإيطالية عثرت على يعني بعض هذه المسارات لهذا النهر داخل مدينة نينوى، وتحديدا في الجهة الشمالية من سور نينوى. إضافة إلى ذلك نلاحظ أنه في البعثة الألمانية التي تعمل حالياً في تل النبي يونس أيضاً صار لها حالياً تقريباً 5 سنوات هي تعمل وتشتغل وتنقب في الآثار الموجودة تحت جامع النبي يونس. إضافة إلى ذلك نلاحظ أنه الملوك الثلاثة حرصوا على توفير كافة المستلزمات الضرورية لازدهار هذه العاصمة، فكما ذكرنا هناك القصور تكلمنا عنها، هناك في وسط تل قوينجخ هناك المعبد الآشوري القديم، معبد أعتقد الإله عشتار هو يقع في وسط هذا التل. إضافة إلى ذلك في الجهة الشمالية تم العثور مؤخرا على قصر كبير لأحد الكهنة أو رجال الدين الآشوريين عثر فيها، ولا تزال التنقيبات الآثارية جارية للكشف عن تفاصيل ما اختزنته هذه الحضارة العريقة التي تمتد بعمرها إلى آلاف السنين واستمرت بالوجود حتى سنة
612 قبل الميلاد عندما أحرقت وهدمت واحتلت واستبيحت من قبل الغزاة الميديين والكلديين. إذن دكتور خلينا نأخذ فاصل ونواصل الحديث عن المدينة الآشورية نينوى وأبوابها القديمة. إذن أحبتي المشاهدين فاصل ونواصل كما ذكرت عن تاريخ بوابات وتاريخ هذه المدينة نينوى. إذن أحبتي المشاهدين بعد هذا الفاصل انتقلنا وياكم إلى موقع آخر قرب سور نينوى وبالقرب أيضا من البوابة. كما ذكرت في بداية الحلقة تعذر علينا الوصول إلى البوابة، كانت هناك نقطة عسكرية أو موقع عسكري بالإضافة إلى هي مدمرة بالكامل فيتعذر التصوير. انتقلنا إلى قرب السور أيضا مدمر. طبعا قبل أن أنتقل مع الدكتور، قصة السور أصبحت موضوع المنشورات على الفيس، قال السور وحكى السور، طخوا السور وجوا يم السور. يا جماعة هذا السور أساسا ما الحقيقي ما الأصلي، والدليل هو حيذكر أنه هو دكتور محمود أنه هذا ما أصلي اللي نغشعه حاليا، هذا وغيره من باقي المواقع أو الأسوار العائدة إلى المدينة الآشورية نينوى هي ما الحقيقية. خلينا ننتقل مع الدكتور ونسمع التحليل ماله. دكتور مرحبا، نحن طبعا انتقلنا إلى موقع آخر قرب البوابة وقرب السور. سؤالي الأول، هل هذا السور هو الأصلي للمدينة الآشورية؟ هي الحجارة الحقيقية الموجودة؟ لأن بعض مرات إذا جاء شفر منوني خربوا السور، إذا أحد اشتغل يمس دمر السور إلى كذا، بالإضافة إلى ما خربوا تنظيم داعش الإرهابي حق تاريخ هذه المدينة وتاريخ هذه المملكة الآشورية. سؤالي أشنو الدليل أنه هذا ما الأصلي؟ أستاذ زياد، يعني إحنا سحالين نقف في الزاوية الشمالية الغربية من سور مدينة نينوى. هذا الحجارة الموجودة هي جزء من عمليات الترميم التي شهدتها أو شهدها سور مدينة الموصل منذ الستينيات. وهذه الحجارة يعني حتى نلاحظ أنه المواد التي بنيت فيها هي مادة الكونكريت أو السمنت، وهذه المادة لم تكن معروفة في العهود الآشورية. كان السور الآشوري في حقيقة الأمر مبني من هذه المادة، يعني الغلاف الخارجي أقصد أنا اللي هي الحلان، مادة الحلان، لكنه بهذه الأحجام. نعم بالضبط، بهذه الأحجام الكبيرة لكنها لم تكن متلاصقة بمادة. نعم. نتيجة ثقل هذه الحجارة أو متماسكة بمادة. كان هي الحجارة لضخامتها ولثقلها تقف واحدة فوق الأخرى بدون مادة يعني متماسكة لها. لكن هذا السور هو ضمن جزء من جهود مديرية أو مفتشية آثار وتراث نينوى تحاول من خلال إعادة إحياء هذا السور القديم. دكتور يعني عفوا على المقاطعة، يعني حتى ما سور نينوى، حتى سور الصين العظيم اللي ذكرته قبل قليل، أيضا بعض الأديرة والكنائس في روما أو الأبراج في روما وفي لبنان وفي كل المناطق طبعا تم إعادتها. لازم يعني هو تم إعمارها، ليس من السهولة بسبب عفوا نعم. بسبب ظروف طبيعية، ظروف كذا، ظروف حرب، الزلازل إلى آخره. نعم. وتلاحظ أنه يعني من الصعوبة بمكان إعادة إحياء نفس البوابة بنفس المواد وبنفس التقنيات، لأنه كثير من أجزائها تندثر وتتلاشى. يعني على سبيل المثال، يعني بوابة أدد مثلا تم حرقها بالكامل، فمن الصعوبة أنه إعادة إحياء هذا، يعني إعادة جلب هذه البوابة نفسها. بالنسبة مثلا لبوابة نرجال، لاحظ أن هناك يعني مثل الطريق مبني من مادة الفخار يعني المحروق، ومبلط هذا الشارع عبارة عن مصطبة
تؤدي هذه البوابة من هذه البوابة إلى مدينة تربيصة. باستثناء نعم باستثناء الثيران المجنحة اللي هي أصلية. الثيران المجنحة هي الأصلية كما بنيت في السابق، ولاحظنا حتى طريقة بنائها أن هناك بعض الثيران مشكلة من أجزاء معينة، لذلك نلاحظ أنه الآثاريين أو الباحثين عن الآثار الأوروبيين تحديداً البريطانيون والفرنسيين عندما أرادوا يعني نقل هذه الثيران المجنحة وتهريبها إلى خارج العراق كانوا يعمدون إلى تقطيعها إلى أجزاء كي تسهل عملية حملها ونقلها وبالتالي تهريبها إلى خارج العراق. لذلك نلاحظ أنه أغلب الأجزاء التي بنيت فيها سور نينوى القديم لم تكن بنفس الأجزاء التي كانت موجودة في العصر الآشوري، لكن هي مشابهة إلى حد كبير جدا بنفس الطراز، وهذا يعني يعطينا أمل أو مجال أنه الخارطة الأساسية لسور مدينة نينوى والخارطة الأساسية لبوابات نينوى القديمة هي موجودة، وعند المنقبين الآثاريين وأشكالها موجودة. ورسمها موجود، فأصبح بإمكان القائمون على إعادة إحياء هذا السور وهذه البوابات من يعني استنساخ هذه التجربة وتنفيذها وتطبيقها على هذا السور، وبإمكان هذا السور حقيقة أن يتيح إحياء هذا السور، يعطينا فرصة استثمارية مهمة لمدينة الموصل أن لو يعاد مدينة نينوى الآثارية إعادة قالوا الموصل وهي ما هي نينوى إعادة إحياء هذا السور على طراز سور الصين العظيم ليكون قبلة للسائحين من داخل الموصل ومن خارج العراق، يأتون يشاهدوا آثار حضارة عمرها أكثر من 5000 أو 6000 سنة، فرصة استثمارية كبيرة جدا أن يتم استثمار هذا العمل وإعادة تخطيط مدينة نينوى كما كانت في السابق، وفتح القصور وفتح المعابد وفتح المكتبات القديمة في هذه المنطقة فرصة استثمارية حقيقية لإعادة مدينة نينوى ولإعادة محافظة نينوى إلى واجهتها الحضارية والتصدي لكل الأفكار المتخلفة التي تحاول دثر وتهديم معالم هذه المدينة العملاقة، هذه المدينة الحضارية العريقة والقديمة التي في يوم من الأيام كانت تحكم الشرق والغرب، تحكم من الحبشة من أثيوبيا من مصر باتجاه بلاد فارس وباتجاه بلاد الأناضول وجنوبا إلى العراق، فكانت آشور وبابل توأمان لمدينة حضارية عريقة تسمى العراق. شكرا دكتور، الحديث حقيقة معك ممتع جدا، خاصة نحن نتحدث عن عبق التاريخ، عن هذه الإمبراطورية العظيمة نينوى المدينة الآشورية. دكتور حلقتنا القادمة إن شاء الله وين راح تكون؟ أيما بوابة؟ شمش إن شاء الله. شمش إن شاء الله. يم بوابة الشمس أو الشمش. إذن أحبتي المشاهدين إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج أبواب الموصل، وانتقلنا إلى أبواب المدينة الآشورية. انتظرونا مع حلقة ثانية ولقاء آخر. تقبلوا تحيات كادر العمل، تقبلوا تحيات الدكتور محمود صالح، وتحياتي إلى اللقاء.